أكاديمي والناشط الدكتور محمد العبدلي ينضم إلينا من النجف. مرحبا بك دكتور محمد. يعني موجة الاحتجاجات المطالبة بتنحي المحافظين تعود إلى شوارع مدن الفرات الأوسط، الصدر هذه المرة دخل على خط الأزمة فيما يخص محاسبة محافظ النجف. كيف ترى هذه التحركات وخصوصا بهذا الوقت؟ تفضل. تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. قضية السادة نواب المحافظات، العفو، قضية محافظي النجف والذيقار وبعض المحافظات الأخرى تشهد حراك ضد توجهاتهم، لما توجد بالملفات فساد وقضايا عالقة منذ حتى 2010 وقبلها، وهذه الملفات لم تحسم. حتى قضية التظاهرات التي انطلقت عام 2019 كانت إحدى مطالبها هي قضية تسوية هذه الملفات ومحاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات التي يفترض أن يقوم بها المحافظين، لكن للأسف تم تعطيل أعمال مجالس المحافظات، وبالتالي انفقدت هذه الحلقة التي يفترض أن تقوم بدورها الرقابي على السادة المحافظين، رغم أن مجالس المحافظات لن تقوم بهذا الدور الرقابي حتى في وجودها نتيجة عدم انتخابهم بشكل حقيقي وعدم تعبيرهم عن إرادة الناخبين في المحافظات العاملين فيها. لذلك تتجدد المطالبات في كل شهر وفي كل عام وفي كل مناسبة يتعرض لها الجمهور، في سواء في محافظة النجف أو في محافظة الناصرية، خاصة في قضايا الكهرباء والماء وملفات الصحة وملفات الفساد التي تثار بينها فترة وأخرى. محافظة النجف لها خصوصية يفترض أن تميز عن بقية المحافظات لما لها من أهمية سياسية واجتماعية وكذلك أهمية دينية باعتبارها هي عاصمة التشيع في العالم. ورغم كل هذه المميزات إلا أن هذه المحافظة تعتبر من ضمن المحافظات المتخلفة في قضايا الخدمات ومن المحافظات المتصدرة في قضايا الفساد، وموضوع الفساد هنا يأتي على لسان المسؤولين وأولهم السيد المحافظ الذي كرر مرارا أن هناك عدة دوائر يسري فيها الفساد، وأهم هذه الدوائر هي بلدية النجف. رغم صغر هذه الدائرة لكن للأسف لم يتم السيطرة عليها، رغم تغيير مدراء هذه الدائرة وتغيير كادرها، أو بمعنى أصح تدوير كادر البلدية لأكثر من 3 مرات، وفي كل مرة يتم التعهد في محاسبة الفاسدين وتقديم ملفات الفساد أمام الرأي العام. نعم. لكن للأسف بعد بضعة أشهر من هذه الوعود نعود إلى الحلقة الأولى وكأن شيء لم يكن، ولا يسمع صدى لأي صوت من المطالبين بمحاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات بشكل عادل. نعم دكتور، هل تتوقع أن يتكرر سيناريو ذيقار من استقالة المحافظ يعني وتطبيقه في النجف؟ يعني هو هذا السيناريو يفترض يعني متوقع في النجف حتى قبل الناصرية، على اعتبار أن محافظ النجف مارس أعماله منذ عام 2016 ولحد الآن، ومنذ أول تسنمه للسلطة وهناك مطالبة شعبية وليست سياسية بأن المحافظ هو لم يأتي من ولادة الجمهور، على اعتبار أن قانون مجالس المحافظات لعام 2008 جعل انتخاب المحافظ من قبل مجالس المحافظات، والجميع يعلم أن مجالس المحافظات السابقة هي عبارة عن انعكاسات لجميع الأحزاب التقليدية الموجودة، بالتالي جاء هذا المنصب نتيجة طبيعية للتوافقات على بقية مناصب الدولة بشكل عام وفي المحافظة على وجه الخصوص. لذلك يفترض أن بالسيد المحافظ منذ بداية المطالبات وعند وجود عجز على في تقديم الخدمات التي سبق وأن صرح من خلال على سبيل المثال ملف الكهرباء الذي أعرب من خلال وسائل الإعلام أن الوزارات الاتحادية غير متعاونة مع النجف وأنه غير قادر على إجبار الوزارات على تقديم الخدمات لهذه المحافظة أو عدم القدرة على ضبط ملفات مثل قضايا المطار وغيرها، بالتالي يفترض على أي شخص يجد نفسه غير قادر على تقديم شيء أن يقدم استقالته حتى ولو افترضنا النزاهة وعدم الفساد فيه، فمجرد الموافقة على العمل في ظل قضايا فساد لا يستطيع محاسبة الفاسدين من خلالها، فذلك بحد ذاته يعتبر اشتراك في هذه الملفات ويساعد على تسهيل أعمال الفساد وزيادة انتشارها في البلاد. نعم دكتور، رأيك ستعود الاحتجاجات مرة أخرى إلى الساحات كما حدث في عام 2019، أن ما يجري الآن يعني لا يتعدى مطلب أو أنه لا يتعدى إلى مطلب استقالة محافظ فقط؟ يعني عودة التظاهرات يعني متوقع في أي لحظة،
وخاصة في النجف هي لم تنقطع حتى تعود. يعني بعض الشباب لا زالوا مستمرين في التظاهر تقريبا في كل يوم للمطالبة بإقالة المحافظ وإلزامه بما ألزم نفسه في محاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء وحسم قضايا الشهداء الذين سقطوا خلال تظاهرات 2019 وقضايا السكوت وعدم حماية المتظاهرين في تلك الفترة. كل هذه القضايا هي تعتبر قضايا مستمرة وغير محلولة لحد هذه اللحظة، بالتالي استمرار هذه الإشكاليات يعني استمرار التظاهرات، ولا نعلم متى يزداد هذا الحراك الجماهيري الذي يمكن أن يعيدنا إلى عام 2019 ليعود زخم التظاهرات كما كان في تلك الفترة للمطالبة بإقالة المحافظ أو زيادة هذه المطالب لتتسع إلى مسؤولين في الحكومة الاتحادية أو حتى زعماء الكتل وغيرها من المسائل. لذلك نأمل من السادة المسؤولين سواء من السيد المحافظ وغيره من زعماء الكتل أن يكونوا أكثر عقلانية ويستجيبوا لمطالب جمهورهم ويحقنوا الدماء، وبالتالي هم بقوا في هذا المنصب لمدة 5 سنوات ويفترض أنه يكتفي بهذه المدة وعمل بما وسعه وينتهي الموضوع، لا يبقى استمراره مع استمرار الاحتجاجات، ولا نعلم ما هي حجم التضحيات التي ستستمر في حال استمر في هذا المنصب. الدكتور محمد العبدلي الأكاديمي والناشط، شكرا لمشاركتك معلوماتك معنا، شكرا جزيلا لك.